هاي 2.5% بس من الناس بيقدروا يقوموا بمهام متعددة بنفس الوقت بفعالية. بيفقد أصحاب المهام المتعددة بين 5-15% من كفاءتهم المعرفية خلال التبديل بين المهام. بيشعر 72% من الموظفين بالضغط عند القيام بمهام متعددة خلال يوم العمل، وبتصير المؤسسات أقل إنتاجية بنسبة 27.5% بسبب تعدد المهام عند الموظفين. 29% من الاجتماعات عن بعد تتضمن القيام بمهام متعددة عبر البريد الإلكتروني. 81% من طلاب المدارس الثانوية بيقوموا بمهام متعددة خلال أداء واجباتهم المدرسية. 66% من الطلاب بيقوموا بمهام متعددة غير الدرس بالفصل الدراسي. 60% بيحكوا، 10% بيرسموا، 1% من الطلاب بيلعبوا ألعاب على الورق، و 7% بيأدوا أنشطة متعددة. مين قال إنه 87% من الركاب بيقوموا بمهام متعددة خلال القيادة، وهالشي بيسبب خطر حقيقي على سلامتهم وسلامة الآخرين؟ أنا قال. بشوفكم بكره.